الله يعطيكم العافية. أنس عشر من وكالة ترامب. معاليك، في ظل الصعوبات الاقتصادية الكبيرة اللي بيواجهها المواطن الأردني حاليا، ما مصير المتعثرين ماليا، سواء اللي طلعوا من السجون قبل فترة أم اللي أصلا ما تم إلقاء القبض عليهم؟ يعطيكم العافية. شكرا. فيما يتعلق بموضوع مصير المتعثرين، سواء الذين خرجوا من السجون أو الذين عليهم قضايا، أنا الحقيقة يعني أقول بأن القضايا التي تحكم هذه المسألة هي قضايا التنفيذ، قانون التنفيذ وقضايا التنفيذ القضائي. نحن نعلم أنه في بداية هذه الجائحة كان هنالك قرار للمجلس القضائي وللمحاكم بإخراج عدد من المحكومين أو تأجيل تنفيذ الحبس المدني فيما يتعلق ببعض القضايا التنفيذية، وكان الهدف من ذلك هو التخفيف على مراكز الإصلاح والتأهيل خوفا من أي يعني تفشي لهذا الوباء. وبحمد الله وحتى هذا التاريخ يعني مراكز الإصلاح والتأهيل هي خالية من أي أعراض أو أمراض تتعلق بهذا الوباء. لكن الآن ما مصير هؤلاء المتعثرين أو اللي عليهم قضايا؟ الموضوع بحسب علمي أن الموضوع كما هو حتى هذا التاريخ، والمسألة تعود مرة أخرى للقضاء فيما سيتخذ من إجراءات قانونية أو قضائية فيما يتعلق بالذين صدرت بحقهم أحكام تنفيذية بالسابق، أو فيما يتعلق بأي قضايا يمكن تسجيلها لدى دوائر التنفيذ حاليا أو لاحقا. وشكرا.